يبدو أن نجمة التركية هاندا أرتشيل والمغني التركي مراد الكليش قرر أخيراً الارتباط رسمياً بعد أن تم تداول اسمهما سوياً لفترة طويلة، وظهر إلى جانب بعضهما البعض في أكثر من مناسبة، وكان آخرها صورة التقطها بمناسبة عيد الحب. وفي التفاصيل، فقد أكدت وسائل إعلامية تركية أن نجمة هاندا أرتشيل وافقت على طلب الزواج الذي تقدم به حبيبها مراد الكليش، وأن الثنائي يعكفان للتحضير حالياً لزفافهما الذي لم يخبر أحداً بهذا الموضوع سوى أصدقائهما المقربين، ويستعدان فعلاً للانتقال إلى الإقامة في منزلهما الزوجي. وكانت وسائل إعلامية زعمت في وقت سابق أن مراد تقدم لهاندا إلى أنها رفضت الزواج خوفاً من المسؤولية، إذ إن النجم التركي يحلم بأن يكون أباً، وهو ما رفضته هاندا بحجة عدم استعدادها لذلك، إلا أن مراد على ما يبدو استطاع إقناعها مؤخراً بهذا الأمر، وهو ما جعلها توافق على الزواج. يذكر أن الثنائي كان قد احتفل بعيد الحب معاً وسط أجواء رومانسية، والتي بدت عليهما واضحة من خلال الصورة التي نشرها مراد على حسابه بالإنستغرام، وعلق عليها بقوله كل يوم هو يومنا، كيف لا يمكن أن يكون؟ وكانت هاندا قد قررت الابتعاد عن الساحة الفنية الدرامية في تركيا بعد فشل مسلسلها الأخير عزيزة، والتي لعبت دور البطولة فيه إلى جانب النجم التركي بورا جولسوي، إذ لم يحصل على نسب مشاهدة تجعل من صناع العمل والشركة المنتجة يتحمسون لاستكماله، مما جعلهم يعلنون عن توقف إنتاجه في الحلقة السادسة منه، إلا أنها لم تتراجع عن استمرار في خوض تجربة سينمائية جديدة من خلال مشاركتها في فيلم ثمالة العشق الذي سيكون إنتاجاً مشتركاً بين إيران وتركيا، وستلعب فيه دور البطولة إلى جانب النجم التركي إبراهيم تشيليكول. وكانت علاقة هاندا ومراد قد بدأت في عام 2018 ومرت بالعديد من الأزمات، بدأتها حين أرادت هاندا من مراد أن يقوم بمسح جميع الصور مع طليقته ميرفي بولغور من على صفحته الرسمية على حسابه بالإنستغرام، وقد رفض طلبها بحذف الصور مع طليقته حينها، إلا أنه رضخ لذلك بعدما انتقلت هاندا للعيش معه في منزله في تشوبوكلو إسطنبول، وقيامه بتغيير كافة الأثاث حتى يمحو كل أثار طليقته وذكرياتهما سوياً. وقد قررت النجمة التركية هاندا منح علاقتها مع مراد فرصة جديدة، وذلك بعد وقوفه إلى جانبها ومساندتها خلال فترة حزنها على وفاة والدتها، إذ لم يتأخر الفنان التركي مراد على حبيبته السابقة فور سماعه الخبر، وذهب مسرعاً إليها على الرغم من انفصالهما آنذاك. وكانت العديد من الأخبار أشارت إلى أن سبب انفصال الثنائي هو مرض والدة هاندا، والذي أثر على علاقتهما لعدم تفرغها لحبيبها، خصوصاً أنها رغبت في قضاء وقت مع والدتها بعد إصابتها بمرض السرطان، حتى أنها أجلت العديد من الأعمال الفنية لتبقى إلى جانبها. ويبدو أن الانفصال لم يؤثر على مراد، والذي لم يفارق هاندا منذ فجعتها بوفاة والدتها وسندها وبقي إلى جانبها، ما أعاد إحياء شعلة الحب بينهما لتقرر هاندا منح علاقتهما فرصة جديدة. وعرض مراد الزواج للمرة الثانية على حبيبته هاندا، والتي أجابت بنعم، والآن يقومان بالتحضير لزفافهما الذي لم يحدد بعد موعده أو مكان إقامته، كما لم يعلن على أي تفاصيل تتعلق بهذا الموضوع باستثناء الأصدقاء المقربين.